صبحكم الله بالخير والنور والسرور، حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله ويا مرحبا بكم، يعطيكم العافية يا رب. يا الله التيسير عن التأثير يا رب العالمين، يا الله اكتب لينا الرتب والنصيب ولأمة محمد أجمعين. ما شاء الله هنا صور سوق السمك، ظاهر اليوم الأسماك قليلة ما شاء الله ما شاء الله. هذه الأسماك الموجودة اليوم، الغلي، كر، هذه ما أدري وش الشران، ما أدري كرفة. السلام عليكم، حياك الله الحبيب. هذا الصيد الموجود اليوم في جماعة الخير، اليوم الظاهر عليه ماشي شم سم ما شاء الله ما شاء الله. الربيان الربيان صيد اليوم هذا، هذا الليلي، هذا الليلي ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا كوران ما شاء الله، هذا ضلع اظني حب. ما شاء الله تبارك الله، هذا الصيد اليوم. يعطيكم العافيه ما شاء الله. هذا الصيد ابو تركي، يلا ابو تركي حياك الله. ما شاء الله هذا الصيد اليوم، هذا الصيد من يجيب البحر اخوي بالبحر. ايه من يجيب البحر لا لا يوم تاكل يطعم سمك عيل. وعليكم السلام. كيلو ريالين ونص، ريالين و500 فضلك ما مشكله. ما شاء الله هذا الصيد اليوم ابو التركي، حي الله ابو التركي، يعطيك العافيه يا مرحبا بك. وين تركي اليوم؟ مدرسه؟ يلا سكول سكول. هذا يا الربع هذا الصيد اليوم اللي بياكل سمك. اي نعم اللي بياكل سمك هو هذا شيء، وهذا مكسرات شيء بس مخلوط، يعني نقول مكسرات يعني المعنى انه مخلوط شيء من هذا السمك وهذا السمك انواع. يعطيكم العافيه ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يا الربع هذا قشران دبس دبسية هذا الصيد دبسية، وهذا الثوى جيدر، هذا جيدر يا الربع، هذا دبسية مع أخونا. يعطيك العافية، عسى الله يوفق يوفق ربعك أخوتك وجماعتك وكلهم يا رب العالمين، وإحنا وياهم وقولوا آمين ما شاء الله. هذا الصيد يا الربع عبدين حيله، هذا الموجود سوق الولدون، هذا الصيد الموجود كله هذا السمك اليوم سبحان الله. صيد ماشي قليل ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد، حي الله شلونك، كيف حالك بخير؟ هذا الصيد الموجود اليوم كيلو ونص، هذه مليون، هذه مليون، هذه مليون، هذا يميالها هاي كورانة. حياكم الله يا رب. كيف الحال؟ الحمد لله، صباح النور والسرور. هذا الصيد اليوم ها؟ هذا الصيد اليوم ما شاء الله ما شاء الله. هذا واليميامة ذو القرآن، هذا الصيد أمس، هذا مال امس، هذا الصيد اليوم، هذا الصيد اليوم، هذا الصيد يا الربع الموجود اليوم. يعطيكم العافيه. يميامه ريال ونص، خالي الكيلو ريال ونص. قيمه عندك كيلو ريال وايده وايده. تعال هلا عمي عشان قطريه. لا ما طالع عطريه، كيلو ريال يا ابوي. لو البنقاش
السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. حي الله بأخوي عباس. حياك الله. كيف الأحوال؟ الحمد لله. طيبين. يعطيك العافية. مار الله يعافيك. جيب علومة. علومة مصوبة. ماشي. الحمد لله. علوم الخير المسرة الحمد لله. لله رب العالمين. شفت الذهب؟ شفت الذهب؟ إيه نعم، لكن إيه. طال عمرك عندنا سؤال. سأل. سؤال طال عمرك اليوم سوق الوا ما في سمك. هدية في السؤال؟ سوق الوا ما في سمك اليوم. وش والله الأسباب؟ حبيبي أمس كان أول أمس موي. إيه نعم. يقول لك فقرة. فقرة؟ إيه موي موي. إيه. والحمد لله الشباب أمس بالأمس طالعين. نعم. إيه نعم. لكن ما يابون سمك. بعدهم مايو. مايو. إيه بعدهم مايو. آه. إيه نعم. يعني لهذه الأسباب السمك اللي أنا قارب واحد جاي في الليل. سمك بالليل هذا الخير ها هي الخير ها. وصل وصلنا له. وصل السمك الخيرات وصل 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 حاضرين حاضرين وصل وصل تعال 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 شمي ما شاء الله ما شاء الله وصل وصل شعري شعري وصل هذا صال بعد ما شاء الله تواصل ها فرش فرش مخلين عليه سلو عشان ما يضربه هوا ايوه ركب شوي عباس ركب طلع علينا كمين سمك للمتابعين خلهم يطمشون هذا شعري ما شاء الله هذا كبير قلعه قلعه من تحت اي ما شاء الله ما شاء الله هنا 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 خل المتابعين يطمشون يا رجل مرة أبى أتعلم كم المصريين ويحكوا السمك. أنت ودنا هذا السؤال بارك الله فيك حنيت. ما شاء الله. صاد. ما شاء الله. ها ها. شيء عجيب حبيبي هنا شيء عجيب ها. ها؟ ما عورنا صحيح. ما شاء الله. إيه ذهب. ذهب. أمور. إيه ما عندي لك ذهب. ما شاء الله. توي الربع الصيد على التوبادي التوبادي الصيد. هذا صال صال الصيد ايه تواصل الصيد ما شاء الله هذا صيد ان شاء الله ان شاء الله الطيارات بتوصل ان شاء الله جينا صوب لوي ما شاء الله هذه خضروات سلطة مع الوي الله يحفظهم يا رب يحفظهم ويسر امورهم ان شاء الله ويسر امور كل مسلم عاد للاسف هو ما احد اليوم ايه ما احد هو اليوم ما شاء الله هذا الموجود معاي عليك عليكم السلام طيب. عليك كيف حالك بخير حياك الله يا ابو سيف يعطيك العافيه انا وياك يا اهلا وسهلا فيك يا مرحبا بك والله كيف حالك انت بخير تنور تنور تراك تنور بخير حياك الله ما شاء الله عندك هذه الخضار ها اي نعم الحمد لله يلا الربع بغيته رويد بغيته جرجير وخس وخيار وبصل وطماط وليمون موجود مع اخونا ابو حميد وابو سيف حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم يستاهل يستاهل حياهم الله حياهم الله حياك العامري حياك على العين والراس يعطيك العافيه عزيزي انا وياك حتى الله يوفقك انا وياك يوفق كل مسلم امين امين تحياتي لك يا ابو حميد ما شاء الله تبارك الرحمن العوال باس صباح الخير كيف حالك تيلس ابوي تيلس ما شاء الله عنده اليوم هذا القاشع الوالد بغيته قاشع ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد هذا الصيد الموجود حياكم الله ويا مرحبا يا الله ما شاء الله على الأجواء الطيبة عسى يا رب يكون أمطار خير وبركة يا رب العالمين ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد السحب والخير ياي الحمد لله رب العالمين عسى يكون خير وبركة يا رب العالمين حياكم الله